ازيكم عاملين ايه؟ يا رب يكون بخير. والله النهارده اليوم لطيف عشان تبقى عارف، يعني مساله البريكس دي زي ما كنا بنتكلم انا وزملائي الاعزاء رجائي وليلى، طبعا هو مجموعه البريكس بتفكر بجديه بمنتهى القوه وبتاخد خطوات حثيثه في مساله انه الاقتصاد العالمي لا يجب ان يكون معتمدا فقط على الدولار. كويس؟ لا يجب ان يكون معتمدا فقط على الدولار. بس خلي بالك، هو الدولار نفسه كعمله وكاقتصاد وارتباطه بالاقتصاد الدولي، احنا هنا بنتكلم على سنين طويله جدا جدا. التخارج ده صعب ومؤلم عشان برضو تبقى فاهم. ادي واحد. اتنين، حط قدامك التجربه بتاعه مجموعه اليورو، يعني من أول ما كان لسه اسمها السوق الأوروبية المشتركة، من أول اتفاق روما للسوق الأوروبية المشتركة لمجموعة اليورو وإعلان العملة الموحدة يورو، وكان وقتها سقف الحلم أنه يصبح اليورو هو العملة الدولية، أو في أقل التقديرات أنه يكون يعني العملة الموازية. بطبيعة الحال الدولار لم يسكت، وعملوا في اليورو كل ما يعمل وكل ما يمكن أن يعمل وكل ما لا يمكن أن تتصوره لحد اللحظة اللي احنا فيها دي. بالمناسبة خلي بالك أنه وانت بتتفرج على اللي بيحصل في الأزمة الاقتصادية الناجمة الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية، هي جزء منها كبير جدا ضرب في اليورو. تيجي تقول طب ازاي ده أمريكا مع المجموعة بتاعت اليورو؟ بس بيعملوا لهم حزم يسحبوا بيها الاستثمارات الأوروبية للولايات المتحدة الأمريكية، رفع الفايدة ده بيضر اليورو، بيضر الاقتصادات الأوروبية إلى آخره. وعليه الحلم الكبير بتاع أن يبقى فيه عملة مهمة وقوية وقادرة على يعني زعزعة عرش الدولار، ده هياخد وقت. وارد جدا أنه يجرى، بس هياخد وقت. فبالراحة كده كلامنا عن البريكس لسه هنتكلم فيه، وعلى رأي محمد فتحي يونس صديقي وصديقي العزيز ورئيس التحرير المحترم سوف نستطرد فيه لاحقا. بس خليني هبدأ لك الأول بأنه حزب مستقبل وطن أعلن تأييده ودعمه ترشح فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لخوض غمار الانتخابات الرئاسية المقبلة. الحزب قال في بيان لي النهاردة أنه انطلاقا من الحفاظ على الإنجازات التي تحققت في مصر على مدار العشر سنين السابقة وفي جميع قطاعات الدولة بشكل عام، واللي قادها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي من وقت توليه المسؤولية وفي ظروف شديدة الصعوبة ووسط مجموعة من التحديات، وصفوها نصا وأنا في رأيي بدقة عظيمة لم تتعرض لها الدولة المصرية في تاريخها المعاصر. ونجحت مصر تحت قيادة فخامة الرئيس وطبعا بتكاتف رجال الشعب ورجال القوات المسلحة والشرطة المصرية في القضاء على الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار. طبعا ده كان ماشي في مسار متوازي، أنا بحاول أشرح لك البيان، يعني ده كان ماشي في مسار متوازي بجانب، وده اللي كنا بنتكلم فيه دايما، يعني احنا قدامنا تحديات كتير وحرب على الإرهاب، وأي دولة غيرنا في الدنيا وحصلت، مش هقولك ما حصلتش، قالك لا أنا عندي حرب شديدة الأهمية ودي حرب وجود فانسى قصة التنمية خالص. احنا لا، احنا حاربنا الإرهاب الحمد لله والشكر لله، قضينا عليه عن بكرة أبيه، قدرنا ان احنا نهدم واحد من أكبر الأحلام اليمينية المتطرفة ليمين ديني متطرف عرفها التاريخ الحديث، ممثلة في حاجة اسمها تنظيم الإخوان المسلمين، وهدمت هذا المشروع بكامله في منطقة الشرق الأوسط. وبالمناسبة وده حقيقي والأوروبيين عارفين كده ويتدارسوه، بالمناسبة ما بقاش شيء غريب أو مستغرب، يعني إنه كان يهدد أوروبا طبعا، وانت قضيت على كل ده وبالرغم من كده مشيت في مسار متوازي مع التنمية. معنا على التليفون مهندس حسام الخولي، وأيضا سيادة النائب حسام الخولي نائب رئيس حزب مستقبل وطن وعضو مجلس الشيوخ. أهلا بيك يا فندم. أهلا بيك يا فندم. إزي حضرتك؟ إيه الأحوال؟ الحمد لله تمام. أولا وحشني قد الدنيا. ربنا يخليك. يا رب يخليك يا فندم. وربنا يوفقك دايما. ربنا يخليك يا سيادة النائب. سيادة النائب، يعني كنا عايزين نتكلم على إنه الحزب بادر
وبمنتهى السرعة، خاصة بعد إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات أنه قريبا جدا سوف يتم إعلان كافة الخطوات القادمة بإذن الله للإجراء الانتخابي. فكان حزب مستقبل وطن صاحب أول بيان في التأييد والدعم لفخامة الرئيس في الترشح في الانتخابات القادمة، ووضحتوا مجموعة من العوامل، ومهم أن احنا نفهمها مع بعض ونشرحها للجمهور بشكل عام، الشعب المصري. طيب أقول لحضرتك، أنت أنا كنت سمع حضرتك كده وأنت بتتكلم على الإرهاب. ناخد العشر سنين اللي فاتت، قول طبعا السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، فإحنا كنا فين من عشر سنين بنتكلم على الإرهاب؟ كنا ما فيش دولة وكانت إرهاب غير عادي. حد فينا فكر أو قال الإرهاب ده كلفنا كام في العشر سنين؟ كلفنا طبعا أرواح شهداء من جيش وشرطة، ودول ولادنا وولاد إخواتنا وكلنا، ما هو شعب جيش والشرطة ده من هنا احنا. صحيح. بس بجانب، وده ما لا يقدر بمال، ده حاجة أسمى كتيرة جدا يعني. إنما هل ما بعد هذا كان في مال؟ طبعا. مال كبير؟ طبعا. حد قال لنا هو كام وبكام وليه وانا ما مش هديكوا ايه عشان لا، بس حد فكر هو بكام؟ انا والدي انا فاكر كان بيحكي لي على سبعه، من 67 ل 73، وهم اللي هم بالكلمه اللي كانوا بيتريقوا عليها ربط ربوط الحزام، لان ما كانش في حاجه خالص غير اولويات تجهيز جيش لحرب. فقد ايه؟ ست سنين وانتصرنا فيها. احنا عدنا عشر سنين بنحارب، وحرب اصعب، لان الحرب يا استاذ يوسف وانت بتحارب عدو قدامك هو انت عارفه. للاسف احنا كنا بنحارب ناس من جوانا، ودي ظاهره وحيده في العالم، كل دوله واحده بتحارب ناس من جواها، ناس بتقول يا نحكم يا نحرق ونولع. صحيح. وانت مش عارف تفرقهم، يعني القصة مش بهذه السهولة. مع هذا المصاريف ومع هذا الدعم بنينا بلد. على فكرة احنا كلنا في مستقبل وطن، ما احنا مواطنين مصريين قاعدين كلنا هنا في مصر، علينا هذا الغلاء. على فكرة احنا بنعاني من الغلاء وبنعاني من الأزمة الاقتصادية. صحيح. اللي جاتنا من بره، بس احنا بنعاني زينا زي حد من الشعب. احنا مش شعب يعني، مش بنتكلم واحنا طبعاً في انجلترا طبعا. انما احنا عارفين ده ليه، هو ده الفرق. في فرق انك تعاني وكلنا نعاني، من اول راجل اعمال لغايه موظف لغايه كله بيعاني. الفرق بقى المعاناه دي ليه وتخلص امتى وازاي. هل المعاناة ده انت اللي جبتها ولا فرض عليك من حاجات عالمية؟ عندك كانت كورونا وعندك الأزمة الروسية الأوكرانية. أما تيجي تقول لي القمح المدعم، الرغيف المدعم والغير مدعم عشان أوفره 110 مليون، هو بمزاجي ولا بمزاج حد؟ اترفعت فاتورته 4 أضعاف، اترفع بترول، اترفعت زيوت. أنا بتكلم على ألف به، مش الحاجات التانية، بس لازم اوفرها. حد فينا ما لقاش رغيف عيش مدعم او غير مدعم؟ هي دي سهله؟ مش سهله. اداره دوله مش سهله. انا بفند حضرتك ليه القناعات دي يعني. انما كلنا بنعاني، ايوه زينا زي العالم واكثر شويه من العالم، لان احنا اكثر دوله مستورده للقمح. عشان ما حدش يقول لي ليه احنا اكثر دوله بنعاني، لان احنا اكتر دولة مستوردة في الزيوت. وبالتالي طب قرصة، هل الازمة العالمية دي بتقعد قد ايه؟ اي ازمة عالمية في تاريخ العالم بتقعد 3 سنين، بتقعد سنة، بتقعد 4، بتقعد 5، وبتنتهي. بعد ما انتهت بقى انت في العشر سنين دول حاربت ارهاب بس واستسلمت لازمتين عالميتين، ولا بنيت بلد؟ بنيت طرق في العشر سنين، بنيت مواني، بنيت يعني ده انا هقعد عدد، مش بنيت
مواني، بنيت مطارات، بنيت، عملت زراعه، عملت مصانع. يا نهار، يا بقى عندك قد ايه اصول. نتكلم عمليا، احنا زمان يا استاذ يوسف كنا بنستلف اقل من دلوقتي، بس كل السلف كان اكل وراحوا. طب باشمهندس حسين، لو سمحت لي هحتاج منك، مش هسميها المقارنه، هسميها المقاربات او المفارقات. واسمح لي باشمهندس حسام، عندك تاريخ طويل جدا في العمل السياسي، وتعمل بالسياسه ثمانينات وتسعينات والفينات لحد 2000 لحد دلوقتي لحد 2023، وتاريخك السياسي لحد 2014 معارضه 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 معارضه، صح؟ صح. ثم نشوف المهندس حسام، وكأني أسقط الكلام على نفسي برضه، لكن أشوف المهندس حسام الخولي وهو ينتقل من مربع المعارضة إلى مربع التأييد. وهنا بيجي السؤال اللي أنا ليه قلت المقاربة كده؟ علشان يبقى المواطن عارف أنه إحنا نتكلم، يعني من لم يعلم فإحنا نعلمه. المتحدث الكريم مهندس حسام الخولي رجل قضى عمله السياسي كله معارضة، ثم بدأ من 2014 في مسألة التأييد، فلازم الناس تعرف ليه؟ أقول لحضرتك ليه؟ لأن الإنسان لما بتعلمش ما يبقاش إنسان. أنا كل حاجة خدتها من جوايا بضميري. أنا كنت موجود في 2011. أنا كنت في مظاهرات 2011. طبعًا. وكنت ساعتها بقناعة بإيه؟ أي حد يحكم، ده إحنا 110 مليون. هو إيه اللي إيه المشكلة؟ إيه إدارة دولة؟ إحنا 110 مليون عندنا عباقرة. اتعلمت درسين. واللي ما بيتعلمش هو حر، بس الناصح اللي بيتعلم من تجارب. اتعلمت لا، مش اي حد يحكم، لا احنا مش دولة زي اي دولة، لا احنا لنا ظروف خاصة ما اقدرش اقيس عليها، لا لازم تبقى انت عارف ايه الاحسن عشان تقول ده اوحش. احنا كنا طالعين في 2011 نقول ده وحش، مقتنعين او عارفين ايه الاحسن، كنا فاهمين انه اي حاجة احسن. لا مش اي حاجة احسن، دي نمرة واحدة. اتعلمت يعني ايه ادارة الدولة، مش قصة سهلة. يعني ايه توفير، انا جبت ابسط حاجة رغيف عيش. اتعلمت، هقول لحضرتك ايه، اتعلمت ان النظام العالمي اوقات، وانا قلتها حتى لواحد صاحبي طول عمري كنت بتكلم بقول ديمقراطية غربية، وانا من جوايا كده، لغايه ما لقيت الحرب الروسيه الاوكرانيه، ودي حاجه مش فاهمه، سيبك من الاقتصاد سياسيا يعني، ولقيت الاعلام كله الاوروبي ما بيجيبش حاجه على روسيا وبيجيب لاوكرانيا بس. الله الله، طب فين الراي والراي الاخر اللي انا طول عمري عايش على ده اوروبا؟ وفين التوازن الاخباري والتوازن في الطرح؟ وفين التوازن واين المهنيه والموضوعيه؟ انا بتكلم على مش دوله، أنا بتكلم على الدول الأوروبية وأمريكا، الدول مش دولة، من أقصى لأقصى. لازم الواحد يراجع مفاهيمه ويفهم إن كل دولة بتدور على مصالحها بس، مصالحها بس، مفيش وضع عالمي تقول الدولة الفلانية. هقول لك حاجة يا أستاذ يوسف اتعلمتها جامدة أوي. اتعلمت لما جاء فارق بين اقتصاد واقتصاد وحد يقول لي بص الدولة دي عاملة ايه، اشوف تعداد السكان عندهم. بص اللي انا اتعلمته طبعا زاد قد ايه في 20 سنة، لاني اتعلمت ان احنا حكومة وهم حكومة. انا عندي كثافة 70 طالب مثلا، ونفترض هو عنده 70 طالب، هو بنى فصل وانا بنيت فصل، اهو احنا الاتنين حاطين الفصل اهو، هو نزل لان ما عندوش الكثافه السكانيه المتزايده على طول، فنزل الكثافه من 70 ل 65. انا بنيت فصل ولا الناس حست بيه، مع ان نفس الفلوس اللي دفعتها، لان انا الكثافه السكانيه عندي لقيت الفصل ده يا دوبك ياخد الجديد ما ينزلش القديم. فتعلمت في المقررات
لازم تتعلم في المقارنات، ولازم نعيش الواقع، ولازم نحن بننتقد نفسنا وبنجلد الذات يبقى عندنا في جلد الذات ايه الميزه وايه العيب، ايه اللي حققناه، ان الاصل في العالم في حولك ايه، في نفس الشر اللي قاعدين يملونا وفي العالم، وهو بيبث لك دايما يبث الاخبار السلبيه بس مع الاشاعات، بس دايما طبعا. الاخبار السلبيه مع الاشاعات الغير عاديه، انما لا، في نص كوبايه، مش نص، في ثلاث ارباع، في 90% من الكوبايه مليان. انت كان عليك ايه بقى عليك ايه؟ طب الفلوس الاستراتيجيه دي فين؟ ايه في المدن الجديده؟ تحب بحالك في القطارات، تحب بحالك، ما هو كل ده فلوس بتاعتك يا مواطن مصري، في طرق، تحب بحالك. واحنا احنا بنخترع العجله، ما انجلترا هو القطر بتاع انجلترا يا استاذ يوسف، مين اللي مين اللي شاريه؟ السكه الحديد، ما شركات ايطاليه مثلا، يعني مش دي اسد، ده فلوس، دي قيمه، احنا فلوسنا كبرناها وموجوده، ظروف عالميه بتمر بينا اه، بس تخلص انت اتنقلت فين؟ ياه لا، فلازم الواحد في ضميره من جوه وهو بيتعلم صح. انما انا كان عليا ايه زي ما حضرتك قلت كده، ودي حاجه حلوه قوي، انا سني دلوقتي 60 سنه، هتفرق معايا انا ما اتحول، انا من دماغي لازم الانسان يقعد يفكر ويطور نفسه. لا والله انا حديثي فعلا مش على مساله مين تحول للايه، لانه بمنتهى البساطه انا كنت عايز اقوله ايه، ده مهم قوي. لا أنا فاهم. اللي انا عايز اقوله انه ايوه، هو ناس عرضت فلان وعلان وترتان صح، وفي نفس الوقت عندما وجدوا ان هناك من يصلح ويصلح، اذا هو انا عرضه ليه؟ هو انا بعارض لمجرد المعارضه؟ يعني هو المعارضه دي مفترض انها هي نشان اعلقه على صدري، ولا انا بعارض بمنطق وعقلانيه؟ وعندما لا. اؤيد ايضا بالمنطق والعقلانيه. ازود عليك بقى، انا اتعلمت، انا مش عاجبني فلان، مين احسن منه؟ ما تقوليش فراغ. ما تقوليش لا اصله مش عاجبني يعني، او انا ما بحبوش. ايوه ما تقوليش ما احنا 110 مليون، على فكره انا كنت مقتنع بكده. لا 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 لا، لازم تجيب لي واحد اقتنع بيه اكتر، وابقى واثق ان انا مقتنع بيه اكتر عن دراسه في مليون حاجه. غير كده لا، غير كده لا. هي دي الفكره الاساسيه. انا اتعلمت ما اروحش المجهول، اتعلمتها صح، ما كنتش مقتنع بيها، كنت فاهم ان المجهول ده سهل. لا، هو مش سهل في اداره دوله زي مصر. صحيح. أنا بشكرك جدا 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 باشمهندس حسام الخولي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، عضو مجلس الشيوخ المصري. البريكس، حديث الساعة وكل ساعة، بقالنا تقريبا 3 شهور 4 شهور الناس كلها تقول لك اجتماعات شهر 8 بتاعة البريكس، يا ترى هيحصل ايه، يا ترى هيعملوا ايه الى اخره. اكيد هيتعمل حاجات كتير، بس زي ما كنت بقول لك انسى خالص قصة انه هيتم الاعلان في القمة دي، اللي هي القمة رقم 15، نعلن عن العملة البريكسوية الجديدة لدول المجموعة. مفيش حاجة اسمها كده خالص يعني. إصدار عملة دي حدوتة كبيرة وما هيش سهلة، ولازم يدرس الموضوع كويس جدا، وبتدرس وتحلل وتفند وتفحص وتمحص كل الاقتصاديات المشاركة في المجموعة وفي بنك التنمية وما إلى ذلك. وقدام ده لازم بيدرس الاقتصاد الدولي ماشي إزاي من منظور بقى اقتصاد سياسي أحيانا، واقتصاديات كلية بتاعت الدول، وشكل الأسواق المشتركة اللي ممكن تتعمل معاها بعض الاتفاقات أو التوريد أو التصدير إلخ. حدوتة، ما هيش هزار خالص. فعزيز المواطن، عزيزتي المواطنة، ثق أنه مش هيتم الإعلان عن العملة ولا السنة دي ولا السنة الجاية ولا غالبا حتى اللي بعدها. الموضوع ما هوش سهل، مش قصة صعب أو أنه مستحيل وأنه لا أحد يستطيع أن مش عارف يهز عرش الدولار. المسألة مش في كده، المسألة أن المسائل
بالشكل ده ما بتمشيش. عم بالظبط كده زي ما كان بيتكلم مهندس حسام الخولي على إدارة الدول. هي إدارة الدول مش أنا أحب فلان وأنا لا أحب فلان، أنا أذهب إلى القادة والزعماء في أوروبا أقول لهم إني رجل معارض وعليكم أن تسقطوا عنا الديون. يعني ده كلام ناس جميلة كده تخش انتخابات اتحاد الطلبة بالكتير لحد المرحلة الإعدادية، يعني حتى النوع ده من الخطاب ما ينفعش يتقال في انتخابات اتحاد الطلبة في ثانوي أصلا يعني. نفس القصة في التكتلات الاقتصادية الضخمة، البريكس تجمع شديد الأهمية، تكتل اقتصادي شديد الأهمية، بنك التنمية الجديد أيضا شديد الأهمية. يمكن أنا واحد من الناس اللي بتتمنى زي ما كنت بتكلم مع رجائي أنه أتمنى أن احنا في يوم من الأيام نبقى احنا كمان يعني ولو قريبا جدا يا ريت نبقى احنا كمان أعضاء في البريكس. البريكس زي ما أنتوا عارفين هي البرازيل، هي روسيا، هي الهند، هي الصين، هي جنوب أفريقيا، مجموعة الدول المؤسسة. اقعد بص على اقتصاديات الدول دي هتلاقي أنها كلها اقتصادات كبيرة ضخمة مستقرة، بلاد عندها استقرار اقتصادي، عندها استقرار سياسي، خد بالك، وكلهم عندهم أيضا قوة عسكرية عظمة على عظمة زي ما بيتقال. مش بس كده، الاقتصاديات بتاعت مجموعة البريكس اقتصاديات متعددة الروافد، وده شيء مهم جدا. طيب تعالى بقى نشوف مصر نيابة عن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. فدولة رئيس الوزراء المصري يصل لجنوب أفريقيا للمشاركة في اجتماعات القمة 15 لتجمع بريكس. معنا على التليفون دكتور حامد فارس خبير الشؤون العربية والمستشار السابق لجامعة الدول العربية. أهلا أهلا يا دكتور. معالي النائب المحترم، سعيد بوجودك. حضرتك كله تمام؟ ربنا يخلي سيادتك يا رب، يكون كل حاجة بخير دايما. مشاركة مصر في قمة البريكس وتوقعاتنا أو على الأقل آمالنا بالانضمام، تظن أنه يعني هذه الأمال في محلها ولا لسه شوية؟ يعني أرى أنها قاب قوسين أو أدنى من أن تحصل على واقع الأرض. هذا التجمع هو تجمع مهم جدا، له ثقل سياسي كبير، هو تأسس عام 2006 وكان قاموا 4 دول وانضمت جنوب أفريقيا في عام 2010. هو بيهدو بشكل كبير إلى أن يكون هناك أقطاب اقتصادية، يعني في مواجهة النفوذ اللي بتقود الولايات المتحدة الأمريكية وفي مواجهة النفوذ الغربي بشكل عام والدولار. يعني دول لها ثقل اقتصادي كبير جدا، يعني أكثر من 31% من حجم الاقتصاد العالمي بتضم به دول البريكس أو يعني بتمثل دول البريكس، وايضا يعني دول تشكل مساحتها حوالي 26% من مساحه العالم، بالاضافه الى ان هي استاذ يوسف اقتصاد متنوع كما حضرتك اشرت، ليس معتمد على الاقتصاد الواحد او الهدف الواحد، وبالتالي يعني زخم اقتصادي كبير، بالاضافه الى ان ليها قوه كبيره جدا، اكثر من 4 جيوش او اقوى 4 جيوش في العالم موجودين داخل تجمع بريكس، باعتبار انهم بيمثلوا حوالي 11 مليون جندي، وده رقم كبير جدا، وبالتالي القوه الاقتصاديه لديها من القوه العسكريه التي تحمي هذه القوه الاقتصاديه. وبالتالي هناك رغبة متزايدة من كلا الطرفين، يعني مصر من أوائل الدول اللي بتدعمها روسيا والصين للانضمام إلى مجموعة بريكس، بالإضافة إلى الشقيقة الجزائر والسعودية والإمارات، دول مهمة جدا. أكثر من 23 طلب قدم للانضمام إلى مجموعة بريكس من الكثير من الدول سواء العربية أو غير العربية. مصر ستضيف ثقل اقتصادي وسياسي كبير، على اعتبار أن هذه التجمع أو هذه المجموعة ستنتقل إلى آفاق أرحب بشكل اقتصادي عميق، في ظل ما تفخر به الدولة المصرية في الفترات الأخيرة من زخم اقتصادي كبير وفرص استثمارية وتنوع في الاقتصاد المصري. طيب في رأيك دكتور فارس أو دكتور حمد فارس، أنه لماذا تقبل دول كثيرة في العالم على مسألة تقدم بطلب انضمام إلى البريكس وإن لم يكن فلينضموا إلى بنك التنمية الجديد؟ لماذا هذا، مش هسميه حتى الحماس، هذا التكالب التزاحم للدخول في هذا التكتل الاقتصادي وفي بنك التنمية الجديد؟
هو ليس فقط بنك التنمية الجديد كما حضرتك أشرت يا معالي النائب المحترم، ولكن أيضا مجموعة بريكس هناك رغبة متزايدة كبيرة جدا، سواء في الانضمام هنا مبدئيا ثم الانضمام بعد ذلك. يعني على سبيل المثال التبادل التجاري ما بين مصر ودول مجموعة البريكس في عام 2022 وصل لحوالي 31 مليار دولار. الكثير من الدول ترغب في هذا الانضمام للتخلص من هيمنة الدولار اللي أثرت بشكل كبير جدا بعد التداعيات الكارثية الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع التضخم بشكل كبير، وأصبح الحصول على الدولار بالنسبة للدول النامية أو الدول الفقيرة أمر صعب، وبالتالي عدم حصولهم على الغذاء اللازم لشراء أو عدم الحصول على الأموال اللازمة من الدولار لشراء منتجاتهم الغذائية والخاصة أيضا بالطاقة. وبالتالي العالم يبحث عن مخرج من المعترك اللي دخله بدون إرادته. يعني العالم بيئن بشكل كبير جدا نتيجة هذه التداعيات الكارثية، يبحث عن بدائل قوية تحقق له استقلال اقتصادي قوي، تحقق له عالم متعدد الأقطاب والقوى، في ظل أن الكثير من الدول تبحث عن دور مهم في عالم يتشكل الآن. عالم القطب الواحد أصبح حتى وإن كانت الولايات المتحدة الأمريكية حتى هذه اللحظة هي القوى الاقتصادية الأولى في العالم، ولكن أصبحت الصين لاعبا محوريا مهما في القارة الأفريقية، على اعتبار أن هذه القمة مع النائب يطلق عليها بريكس بلس او القمه او بريكس وافريقيا نحو تنميه مستدامه، وده بشكل كبير يظهر ان هذه الدول بتهتم بشكل كبير جدا بالقاره الافريقيه، لان القاره الافريقيه لم يستغل مواردها الحقيقيه حتى هذه اللحظه، وعلى الرغم من هي اغنى على القارات الا ان حتى هذه اللحظه لم يتم اكتشاف ثرواتها بالكامل واستغلالها بشكل كبير على فقاع الارض. تعتقد يا دكتور حامد، أو يعني في رأيك أنه سائم الناس من هذه الهيمنة الدولارية مش بس علشان مسألة الغذاء والطاقة، هنا هروح للسياسة، هي فكرة استخدام الدولار استخداما سياسيا لخلق ضغوط على بعض الدول أو على أكثر الدول؟ الله على حضرتك يا معالي النائب، هو بالفعل زي ما حضرتك أشرت وتعبير دقيق جدا اللي حضرتك قلته دلوقتي، لأنه واقع، لأن بالفعل أصبح التوغل الأمريكي السيء وعدم الاهتمام بالكثير من قضايا الدول سواء في القارة الأفريقية أو في المنطقة العربية. يعني احنا عندنا حتى هذه اللحظة أكثر من 10 دول أفريقية بتعاني معاناة شديدة من اضطرابات سواء سياسية أو حتى احتراب داخلي أو انقلابات. هناك الكثير من الدول العربية لم يتم حل مشاكلها، بالإضافة إلى الصراع الروسي الأوكراني، بالإضافة إلى التوترات في شرق آسيا، بالإضافة أيضا إلى التوترات في أوروبا ما بين صربيا وكوسوفا، كلها ملفات مهمة جدا لم تنجح الإدارة الأمريكية في حلحلتها أو حتى مجرد إظهار حسن النية في حل هذه القضايا. وبالتالي العالم يئن سياسيا نتيجة أوضاع اقتصادية، وأصبح الأنين أو التعب الآن لدى دول العالم بشكل كبير جدا اقتصاديا نتيجة تردي الأوضاع السياسية. وبالتالي أرى أن العالم يتجه إلى التخلي عن عالم القطب الواحد، التوجه بشكل واضح إلى عالم الثلاثية القطبية، وأيضا الاهتمام بأن تكون هناك قوة داخل القارة الأفريقية كالدولة المصرية، باعتبار أن مصر عامل وازن وعامل كبير جدا ليس فقط داخل القارة الأفريقية ولكن في محيطها العربي والإقليمي، وبالتالي لابد حتى من تعديل نظام مجلس الأمن وإدخال دول جديدة، وده اللي طالبت بيه أكثر من مرة سواء البرازيل أو الهند وروسيا والصين، كلها دول مهمة جدا ولابد أن يكون لها دور في الفترة القادمة في إضفاء صيغة سياسية واقتصادية عادلة لنظام عادل أكثر شمولا وأكثر قوة. أنا بشكرك جدا 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 يا دكتور، كل الشكر دكتور حامد فارس خبير الشؤون العربية والمستشار السابق لجامعة الدول العربية. لازم نبقى احنا فاهمين نقطة مهمة قوي. مصر أنا أشوف أنه بتلعب بمنتهى الذكاء وبمنتهى الحكمة وبمنتهى الاتزان السياسي والاقتصادي. مصر صديقة لما يمكن أن تطلق عليه التكتل الشرقي، وصديقة لما يمكن أن تطلق عليه التكتل الغربي، وصديقة لما تحب أن تطلق عليه مجموعة أمريكا اللاتينية، صديقة طبعا هي شقيقة للدول الإفريقية، شقيقة للإقليم العربي، صديقة
لمجموعة اليورو وأوروبا كلها. مصر ما عملتش ولا مشكلة مباشرة مع حد. وعندما افتعل البعض بعض أو كثير أو قليل من المشاكل، مصر اشتغلت على حلها ودون أي تشنج سياسي بهدوء شديد جدا. وكان الحلم جاي من بني آدم حليم مش حالم. الحلم السياسي المصري الحقيقة مبهر، ومبهر للكل، مبهر للأجانب قبل ما يبقى مبهر لينا كمصريين كمان. يعني أنا لم أكن أتصور أبدا أن إحنا نتعامل بهذا الحلم وبهذا الهدوء. وأنا دايما أدعي أن أنا شخص يعني إيه إمبالسف حبتين، يعني بسخن وبتاع وحاجات زي كده. بالسن ما بقتش كده، بس كنت ساعات أشوف حاجات كتير اللي هو لأ ولازم فتلاقي أنه بهدوء ويتم اتخاذ مسارات هادئة عاقلة حكيمة وتؤدي في الآخر خالص لحل المشكلة ومن غير ما نخش الخناقة. وانت فاهم أنا بقولك إيه. وأكتر من مرة كان في محاولة لجر رجلنا لخناقات، مش هقولك خناقة واحدة، شمالا وجنوبا وشرقا وغربا وزي ما انت عايز، ورجلنا ما تجرتش لخناقة. مع العلم انت لو دخلت الخناقة كسبان، اي خناقة انت كسبان، بس خسران انك انت هتعطل قطر ماشي، قطر والله العظيم طيارة، طيارة ومحلقة في نمو اقتصادي وتنمية عامة داخل جمهورية مصر العربية بكاملها. اي خناقة عسكرية انت هتخشها كسبان. تختلف بقى التقييمات بتاعة المواقع، مش عارف جلوبال فاير بيقول ايه، زكي ادرا بيقول ايه، انت بتلعب ما بين المركز التاسع والمركز التلتاشر، يعني التقييمات تقولك 13 وتقييمات بتقول 12 وتقييمات بتقول 9 وما الى ذلك. تعرف يعني ايه حتى لو انت المركز ال 12 ولا 13 على 196 دولة؟ لا انت مش بتتكلم على جيش عادي، انت بتتكلم على جيش مهول. وتاني هفكرك، انت عمليا دخلت حروب مع اعتى الدول في مراحل سابقة من التاريخ، ولكن كان في تاريخنا الحديث في القرن ال 19 وكسبت. انت وقفت قدام الامبراطوريات وكسبت. البحرية البريطانية عادت إلى سواحلها مهزومة مدحورة في 1807، مدحورة خسائر من هنا لحد بعد بكرة، وكسبت. جيش عرابي وقف في 1882 ما خسرش غير بخيانة وزمرته، خيانة تجسس وبعت معلومات للإنجليز انت وقفت في 56 وحش، اتورطت وساعد على تورطك دول كتير علشان تقع في 67. طب وبعد 67 بكم اسبوع عملت ايه؟ يا نهار ابيض، ده انت عندك ملاحم فيما نطلق عليه حرب الاستنزاف. هدمت أكبر أسطورة عسكرية في 73، العلقة بارليف هو ده، انسى. ده من ضمن الحاجات اللي بتخليني أقف أمام اسم الرئيس وأنا من قلبي من جوايا أنظر إليه بمنتهى الإعجاب، مش هقولك بالحب ومش بمنتهى الإعجاب، مش بس بالفخر، بمنتهى الإعجاب. سألني أنت بتحبه، هقولك والله العظيم قوي، وهتعدي السنين وهتلاقيني زي ما انا كده قوي. عمل اللي محدش عمله خالص في تاريخك الحديث خالص، كل حاجة ايجابيا. انت سينا في ايدك بقى لها كام سنة؟ طب مين يعني، طب ما كانتش بتتعمر ليه وما بتتبنيش ليه؟ ومطروح والوادي الجديد وساحل البحر الأحمر كله والجنوب فين؟ ده اللي احنا اشتغلناه، ده اللي عمله الراجل.
على المستوى تطوير الجيش والتصنيع العسكري والتكنولوجيا العسكرية، طب على مستوى الصناعات المدنية، طب على مستوى الزراعة، طب على مستوى المية. خلوني هنا بقى أخدك على حاجة تانية مختلفة بعيدا عن هذا الحديث، وهو حديث له شجون الحقيقة وفيه الكلام يطول، وتاني مسألة ليست بالعاطفة، سيبك من عواطفنا، لكن مسألة بالحقائق والأرقام. تعال نروح بقى على معلومات الوزراء الذي وقع خلاص بقى وقع مذكرة تفاهم مع مايكروسوفت علشان ايه؟ علشان تتعمل خريطة بالتعاون مع مايكروسوفت للتحول الرقمي. سيادة النائب احمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، اهلا 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 وسهلا بيك بقى حضرتك. ازيك يا سيادة النائب، عامل ايه؟ ربنا يخليك، وتحياتي لحضرتك ولكل المشاهدين. لا، تحياتي ليك وشكري دايما موصول على قبولك كل مكالماتنا واستضافتنا، بتبقى يعني بنبقى سعداء ومتشرفين بيك دايما. ده شرف لينا، ده شرف. انا عاوز اقول لك الموضوع اللي انا كنت مع سيادتك فيه في الذكاء الاصطناعي يعني شهد ردود افعال، وجدنا رسائل، يعني ناس، في ناس قالوا احنا عرفنا من الحلقه يعني ايه ذكاء اصطناعي وسلبياته يعني، فاحنا ايوه بكرة. يا رب يخليك يا سياده النائب. سياده النائب، هرجع بقى على الموضوع بتاع النهارده والتوقيع مع مايكروسوفت عشان نعمل حاجه اسمها الخريطه الرقميه. اول سؤال هيجي على بالي انا واي مشاهد بعاد شويه احنا عن التكنولوجيا والاتصالات، يعني ايه خريطه رقميه؟ طيب خليني بس اقول لسيادتك ان يعني هذه الاتفاقيه هي اتفاقيه مهمه جدا، وده على فكره استكمال دي تاني اتفاقيه، يعني بتستكمل دي تاني اتفاقية، ودي لتطوير الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة، وده يوسف بيساهم بشكل كبير جدا أو بيعزز قدرة الباحثين. تعرف في عدد كبير من الباحثين العاملين في مركز معلومات مجلس الوزراء، ودول اللي بيحللوا البيانات وما شاء الله لهم خبرات وفكر ورؤى. هذه الاتفاقية بتساعدهم بشكل كبير جدا في تحليل البيانات، وبتساعدهم ايضا في اتخاذ القرارات، وطبعا في بقى مقترحات لتطوير اي موضوع ويتخذوا قرار فيه. ليه مايكروسوفت؟ يعني ليه مايكروسوفت؟ دي اتفاقيه رائعه كويسه. مايكروسوفت الحقيقه من الشركات العالميه اللي لها خبرات كبيره طبعا جدا في التكنولوجيا الحديثه. احنا هنا بهذه الاتفاقيه احنا بنتواكب مع العالم. هذه الاتفاقيه بمثابه ان مصر النهارده واحد مراكزها، وهو مركز مهم، مركز معلومات مجلس الوزراء، وما يوقع الاتفاقيه دي احنا النهارده بننقل الخبرات العالميه في مجال التحول الرقمي للكوادر العامله في المركز عندنا. طب ده شيء رائع جدا، يعني ده انا كنت فاكر يعني اللي هو ايه توقيع الاتفاقيات والحاجات دي ساعات كده تمر بالسهل. الموضوع كبير، ما هوش سهل وما هوش بسيط جدا. طبعا انت عارف سيادتك احنا كل يوم في جديد. احنا النهارده المذكره دي الحقيقه انا سعدت جدا بيها وبشيد بيها. ليه؟ لان انت النهارده بتتماشى مع العالم، بتتماشى بالتطور التكنولوجي الهائل في العالم، بتنقل اخواتنا واولادنا اللي موجودين في المركز النهارده التكنولوجيا الحديثه والخبرات اللي موجوده والكبيره في العالم، والخبرات العالميه بتتنقل عندنا في مصر. والحقيقه انا عاوز اقول لك واشيد بده، والله مش بجامل ولا بزايد، الدوله المصريه قادمه بشكل كبير جدا في التطور التكنولوجي بشكل ما شاء الله، وده دعم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وانا بشكره دايما في كل محاضراته ولقاءاته بيؤكد على التحول الرقمي. ممكن هو كان بالامس، كان امبارح في لقاء مهم جدا مع وزير الاتصالات، واكد ده ووجه بمنظومه التحول الرقمي وتطبيقها في كل الدوله المصريه. طب ده عظيم باذن الله. انا بشكرك جدا 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 سياده النائب، وعايز اشوفك قريب باذن الله بقى وتبقى منورنا كده، ونقعد برضو ايه نكمل مناقشات في مساله التحولات الرقميه في مصر ومستقبل التحول الرقمي المصري. كل الشكر لسياده النائب احمد بدوي رئيس لجنه الاتصالات بمجلس النواب. تعال بقى نروح لتقرير لطيف كده. فين مهرجان القاهره للدراما يا اولاد؟ ايوه، مهرجان القاهره للدراما بكره باذن الله سبحانه وتعالى في مدينه العالمين الجديده. طيب احنا بنتكلم دلوقتي على مهرجان المسرح. بتنطلق الفعاليات او وقائع المؤتمر الصحفي لمهرجان القاهره الدولي للمسرح التجريبي في دورته ال30. طيب ايه هو المهرجان؟ المهرجان بطبيعه الحال بيقام برعايه وزاره الثقافه، وزيره الثقافه الدكتوره نيفين الكيلاني. في قد ايه تقدم للمشاركه في الدوره 30-90 عرض مصري؟ ده واحد بس كده؟ لا، و87 عرض عربي،
بس كده؟ لا 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 لا، و88 عرض أجنبي، وتم الاختيار من بينهم للمشاركة في المسابقة الرسمية، واللي إن شاء الله يعني مقرر أنها يقام المهرجان في الفترة من 1 لحد يوم 8 سبتمبر، يعني على الأسبوع الجاي تقريبا. خلونا نشوف هذا التقرير ثم فاصل ثم نعود. وما تنسوش بكرة في مهرجان القاهرة للدراما اللي بيقام في العالمين الجديدة، ولنا في دي كلام. الدورة 30 دورة تتميز بالأساس بأنها دورة عمل مؤسسي. حضرتك شايف قدامك أنه كل اللي في المؤتمر الصحفي الناس كلها كانت مذاكرة أدوارها، لأنه كل واحد كان عنده فرصة أنه يختار ويقدم أفكار جديدة ويقدم رؤى مختلفة. فالدكتور سامح مهران خلانا مستوعبين أنه من أول لحظة أن كل واحد عنده مسؤولية مهمة جدا لازم يتولاها ولازم يقوم بيها ولازم يحافظ على اسم وتاريخ ذلك المهرجان اللي توالى عليه اسماء مهمه جدا جدا، منهم الدكتور سامح مهران قبل كده قبل ما يقرر انه يترك المهرجان لفتره ورجع له تاني. احنا في الحقيقه في الدوره 30 كنا عايزين نعمل حاجه خاصه وجديده، فقلنا نبعد عن فكره الخبير الاجنبي ونعمل الخبير المصري. فعملنا كل الورش تحت شعار صنع في مصر. فعندنا مدربين كوادر عالية جدا عالميين، هم مجموعة مصرية من غير دعم مالي ولا مؤسسي، هم بنوا نفسهم بنفسهم وحطوا اسمهم على الخريطة وعملوا مؤسسات وكونوا مكان لهم، والمكان ده بيدرب شباب تاني مصري. فإحنا طبعا فخورين وسعداء جدا بوجودهم معانا. الندوات بتناقش قضية ماذا وصل التجريب، يعني دايما هنلاقي التجريب في المغرب غير التجريب في مصر، غير حتى يعني انت لما تيجي تجرب في الصعيد غير تجريب في وجه بحري غير في المدينة. It's a relative، عملية نسبية تماما. فزي ما الدكتور محمد سمير الخطيب قال، احنا قدام تجريبيات قايمة على الجغرافيا الثقافية مش على تجريب له نمط واحد. احنا هتلاقوا في عندنا عروض من ايطاليا، عندنا عروض من اليونان، عندنا عروض من الكتلة الشرقية ايضا، هتلاقوا في عروض عربية جيدة بتمثل، عندنا عرضين مثلا من تونس. معنى كده اشوف ان احنا ما فيش مجاملات، ان كان في شفافية كاملة وفي صلاحيات كاملة للجان التحكيم، وتم مناقشة كل العروض بشكل جيد جدا بحيث ان احنا يكون في شفافية عندنا لاختيار العروض المشاركة في هذا المهرجان. انا فخور جدا بالتكريم ده، وانا زي ما قلت في المؤتمر الصحفي كده، المهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي اتعمل في 35 سنة 30 مرة، انا شاركت في 29 مرة من المرات، منهم اول دورة من سنة 88 كنت بخرج فيها اول عرض ليا وانا في جامعة القاهرة لمنتخب جامعة القاهرة، كان تأليف الاستاذ محمد سلماوي واتعرض في المركز الثقافي الروسي في اول دورة خالص. ومن ساعتها وحتى هذه اللحظة ما فيش غير دورة واحدة بس ما كنتش موجود فيها في مصر، كنت واخد جائزة الدولة للابداع الفني وكنت في الاكاديمية المصرية في روما وما كنتش في مصر، فدي الدورة الوحيدة اللي ما شاركتش فيها. انما كل الدورات شاركت فيها سواء كمخرج او كمنتج او مخرج لحفلات الافتتاح والختام بتاعت المهرجان، ثم عضو اللجنة العليا للمهرجان، ثم رئيسا للجنة التحكيم الدورة اللي فاتت في المهرجان. وبالتالي المهرجان ده يعني انا تعلمت منه كتير جدا وتربيت جواه. هو المهرجان هو اكبر مهرجان دولي في المنطقة واقدمهم تقريبا، يعني المهرجان التجريبي بقاله رسمي 30 سنة وتوقف 6 سنين في النص، فبقاله يعتبر 36 سنة من اقدم المهرجانات تقريبا في المنطقة العلاقة بالمسرح. وهو مؤسس تيار مسرحي ضخم، تيار مسرحي قعد سنين حوالي 20-30 سنة، تيار تجديد، تيار بياخد العروض من زوايا مختلفة، بيتناول المسرح من طريقة مختلفة تماما. أعتقد أنه هو أفاد المتخصصين بنسبة كبيرة وخلق تيار حقيقي في المنطقة العربية كلها. يعني زي ما قلنا يعني العرض الافتتاح اللي هيقدمه الدورة كلها ما أقدرش أتكلم عنها، لكن أقدر أقول أن عرض الافتتاح لأول مرة هيكون فيه استخدام للذكاء الاصطناعي في عناصر العرض المسرحي. يعني الموسيقى اللي احنا مثلا هنشتغلها في عرض الافتتاح موسيقى مولدة من خلال الذكاء الاصطناعي، وفي مفاجآت تانية إن شاء الله نشوفها في خلال العرض. يا جماعة، هو إيه 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 حكاية مصر؟ هي مصر عاصمة الفن ولا إيه؟ عاصمة الثقافة ولا إيه؟ عاصمة المسرح ولا إيه؟ عاصمة الدراما ولا إيه؟
عاصمة السينما ولا إيه؟ عاصمة التجريب المسرحي؟ عاصمة الموسيقى؟ قال لك يا جماعة خلي بالك، مصر مصر مين؟ احنا بنتكلم يا جماعة في أسبوع 10 أيام عندي بدل المهرجان 3-4، هي مصر طول عمرها ودلوقتي وبعدين والسنة الجاية وبعد 200-300 ألف سنة. ما هو أصلا مش معقول حضارة بقالها آلاف السنين طول الوقت هي عاصمة التنوير والثقافة والعلم والتحضر ومستمرة حتى هذه اللحظة، فأنت تتصور مثلا أنه بعد سنة ولا سنتين مش هيبقى؟ لا، هي هتفضل كده ليوم الدين بإذن ربنا سبحانه وتعالى. أولا طب مش أنا كنت لسه بقولك على مهرجان المسرح التجريبي؟ طب وإحنا بكرة كده كده عندنا إن شاء الله مهرجان الدراما، مهرجان القاهرة للدراما اللي في العالمين، أدي كده اتنين. طيب وتعالى بقى دلوقتي كده ومهرجان القلعة للموسيقى والغناء الجمعة اللي جاية على طول. مصر حاجة تانية. دكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا المصرية، أهلا 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 يا دكتور. اهلا وسهلا حضرتك استاذ يوسف يا صديقي الجميل. انت صديقي الجميل العزيز الرائع الفنان الكبير دكتور خالد. نقول ايه بقى؟ ان شاء الله الف مبروك على يوم الجمعه الجايه وبدايه شديده القوه ايضا لمهرجان القلعه. الله يبارك فيك. هو فعلا احنا بنبارك لبعض على مهرجان القلعه، لان مهرجان القلعه ده مناسبه سعيده لكل القائمين عليه، ومش بس الجمهور هو اللي بيستنى المهرجان من سنة للسنة، كمان القائمين عليه بيبقى مصدر للسعادة ان احنا نتقابل مع الجمهور المصري الجميل، الأسرة المصرية البسيطة، ونبقى سعداء ان احنا نشوف في وشوشهم الفرحة بالسهرات الجميلة الفنية اللي هي بنجيبها لهم من الشرق ومن غرب ومن كل مكان في مصر. دكتور خالد، دار الأوبرا المصرية بالبلدي كده شغالة الله ينور، وبمنتهى منتهى النشاط وبمنتهى الفاعلية، وحاجة عظمة. والحقيقة دكتور خالد نجحت في إنك شديت كل الفئات العمرية إلى نشاطات وفاعليات دار الأوبرا المصرية. وهنا هيخليني هسأل، ماذا سنفعل في مهرجان القلعة؟ ما هو الشك إذا كان في أشكال جديدة، في مفاجآت جديدة، يعني إيه اللي موجود عندكم المرة دي؟ إن شاء الله مهرجان القلعة هيبدأ يوم الجمعة اللي جاية يوم 25، ولمدة 14 ليلة. كل ليلة المسرح بيستقبل فقرتين أو اثنين فنانين، وكمان عندنا مسرح تاني سريعة الجبل، وده مسرح بيستقبل التجارب الفنية المختلفة زي الأوريانتال جاز، زي الأغاني المصرية القديمة بتوزيع مختلف، يعني كمان التنوع اللي موجود. يعني هنبدأ إن شاء الله بالفنان الكبير مدحت صالح وفنانة فايا يونان، والختام هيبقى الفنان العالمي عمر خيرت. الله. والفقرات بقى يعني في ليلة صوفية للشيخ المنشدين الفنان الجميل ياسين التهامي، وكمان المفاجأة ابن الأوبرا أحمد العمري، صوت جميل منشد على مستوى عالي جدا. في ليلة جميلة جدا هنسمع فيها الأوركسترا مع صوت الجميلة عبير نعمة والفنان المصري الجميل محمد محسن. في بقى لينا شماميان، نسمة محبوب، الفنان هاني شاكر، الفنان عايز حسوار، الفنانة نادية مصطفى، أنا مش عايز أنسى حد، الفنانة غالية بن علي. الحقيقة احنا محافظين على ان يبقى في تنوع ما بين الموسيقى الكلاسيكية والموسيقى الحديثة وموسيقى الجاز. كمان في فقرة لأوركسترا القاهرة السيمفوني، وفقرات لتنمية المواهب. يعني الحقيقة يعني جايب لك بوكيه بين الفنون المختلفة. ده توليفة تخض زي ما بيتقال، توليفة مبهرة يعني.
وطبعا الفنان الكبير وليد توفيق لاول مره يشارك. الله ده حبيبي. طب دي حاجه حلوه جدا جدا جدا. طب اذا انا المواطن عاوز يروح ينبسط ويستمع يعمل ايه؟ يتوجه الى القلعه، واحنا في اكشاك فيها تذاكر الدخول، وتذكره الدخول هي يعني بسعر التذكره الطبيعيه لدخول القلعه بس كده. ويوميا بنفتح من بعد الساعه 12، بيبقى موجود ناس في الاكشاك ويقدروا يتوجهوا في اي وقت الجمهور ويحجزوا. طبعا على الاكشاك كبير نظرا ان احنا مش عايزين يبقى فيه زحام، ويعني وعايزين نسهل على الجمهور. يعني انا اروح استمتع بكل هذه الموسيقى وكل هذه الاصوات الكبيره جدا بنفس تذكره الدخول بتاعه القلعه؟ بالظبط. هو ده يعني. ايه العظمه دي؟ وده احنا بنعمله، دي خدمه او ده دور وزاره الثقافه طبعا وتوجيهات وزاره الثقافه دكتوره نيجي كيماني، ان هو هي دي اهم محطه عندنا في السماء، المحطه اللي احنا بنقابل فيها الجمهور البسيط الجميل اللي احنا بنحس بسعاده ان احنا نقدم له طبعا الفرحه. صحيح صحيح صحيح. انا بشكرك جدا يا دكتور خالد، كل الشكر دكتور خالد داغر الموسيقار الكبير طبعا ورئيس دار الاوبرا المصريه. ده عمار يا مصر قوي قوي، كل الاسماء دي وبنفس تذكره الدخول العاديه لدخول القلعه، يعني عمليا في متناول اي حد. تقول لي ده عمار يا مصر تالت ومتلت. شوف ده دور كبير بتلعبه وزاره الثقافه وبتلعبه دار الاوبرا بالتحديد، ده دور كبير بتلعبه الدوله المصريه، اللي هو ايه؟ ان الثقافه للجميع متاحه للكل. الثقافه تمنها مش فلوس، والثقافه ما بتتعملش بالفلوس، خد بالك. لا ينفع الثقافه تتعمل بالفلوس ولا الثقافة ليها تمن بالفلوس. الثقافة هي حالة شديدة الأهمية، هي حالة ذهنية، حالة وجدانية، لازم 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 الدول، خد بالك، الدول اللي بتفهم جدا هي اللي تلاقيها طول الوقت عندها هذا الزخم الثقافي الذي يذهب لكل الشرائح المجتمعية، الذي يذهب إلى لاستقطاب كل الشرائح أو الشرائح العمرية، وبالتالي أنت تذهب لكل المجتمع بكل طبقاته، سواء إذا كان اجتماعية أو مالية من ناحية، أو إذا كانت شرائح عمرية الصغيرين والشبان والكبار وما إلى ذلك. مش بس علشان بترضي كافة الأذواق، لا، المسألة أبعد من كده. هي المسألة أنك أنت بتقدم كل ده حتى تتعدد الأذواق، بتدي الثقافة سواء إذا كانت هي موسيقى، هي مسرح، هي دراما، هي سينما، هي كتاب، هي رواية، هي قصة، هي مسرح إلى آخره، أنت ده بتعمله لأجل أن تتعدد الأذواق، عشان تبني عقول، علشان تبني روح، علشان تبني وجدان، علشان تنور عقل وبصيرة. دي حاجة كبيرة جدا، مش كل الناس بتعرف تعمل ده، مش كل دول الدنيا بتعرف تعمل ده. يعني مفيش غيرك يا عم يوسف يعني، او انتوا يا مصريين اللي بتعرفوا تعملوا ده؟ لا، مين اللي قال كده؟ في دول كتير بتلعب هذا الدور، بس خلي بالك هو مش كل الدول تعرف تلعب الدور ده. وفي نفس الوقت بخصوصنا احنا كمصريين، احنا من اشطر الناس اللي بنعمل ده، واحنا اول ناس عملنا ده، واقدم ناس عملنا ده، ومن اكتر الناس، لا هو احنا اشطر، مش من اكتر الناس شطار، احنا اشطر ناس بتقدم دايما ثقافة لشعبها ولمجتمعاتها، وده شيء الحقيقة دايما لازم يدعوك للفخر. في فترة ما الأمور هديت للأسف، يعني من 2011 لحد 2014 بطبيعة الحال، عدم وجود استقرار أمني وعدم استقرار وجوه وعدم استقرار سياسي إلى آخره، يدفع بأنه هذه الجرعات بترجع لورا. وزارة الثقافة بالمناسبة
وأي جمعيات ثقافية وأي منظمات ثقافية بتشتغل على هذا الشكل من التنوير وبتشتغل على إنه تبقى الفنون والثقافة هي جزء رئيسي من حياتنا اليومية، دايما الواحد لازم يشكرهم ولازم يقف جنبهم ولازم يدعمهم وما إلى ذلك. تعرف في 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 دول أو أنظمة أو أيديولوجيات بتعتقد إنه أساسيات الحياة هي المسكن، المأكل، المشرب، الأمن، تمام؟ بس. وفي أيديولوجيات تانية زي الناس اللي حالتنا كده إنه لأ، والثقافة والفنون والرياضة المعرفة ده جزء من الأساسيات وده لازم دايما تفضل الدولة تشتغل عليه. طيب خلوني هروح لكم على خبر أيضا هام جدا، وهو تصريح لسيادة المستشار محمود الشريف مساعد وزير العدل للإعلام بإنه وزارة العدل، خد بالك بقى، حريصة على تقديم كل وسائل الدعم والمساعدة لتنفيذ قرارات قاضي التحقيق في قضية التمويل الأجنبي حتى يمكن إنجاز التحقيقات فيها والانتهاء منها وفقا للقانون. والحكومة وجهت ببذل كل الجهود اللازمة لسرعة تنفيذ القرارات الصادرة في هذا الملف. إن أردت أن تعرف المزيد هتلاقي الخبر موجود ومنتشر وتقدر تقرأ المزيد حول القرارات التي تصدر في هذا الملف وفي هذه القضايا تحديدا. أنا بقول لك أهو، مصر بخير ومصر بتحب ولادها من قلبها. نروح لفاصل ونرجع نكمل الكلام. اهلا 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 بكم. احنا امبارح كنا بنتكلم على ايه؟ كنا بنتكلم على توجيه الرئيس بتطوير العمل في قطاع الزراعه وخصوصا ملفات الامن الغذائي ونمو الانتاج والصادرات، وكنا بنتكلم على حوكمه منظومه التقاوي والاسمده. كنا بنتكلم في التليفون مع الدكتور محمد فهيم مستشار وزير الزراعه. فمعانا بقى النهارده داخل الاستوديو دكتور محمد فهيم، منورنا. ربنا يخليك يا استاذ يوسف، شكرا جزيلا. ايه الاحوال؟ الحمد لله تمام. احنا كنا بنتكلم على المنظومه ككل، وحضرتك امبارح شرحت لنا مساله الحوكمه انها تكون اجراءات يعني مضمونه 100% محكمه 100% للمنظومه بشكلها المتكامل. يمكن انا هفكر اكتر مع حضرتك بصوت عالي. طيب احنا دلوقتي الحمد لله بقينا عندنا بنتسع في المساحه بتاعت الرقعة المزروعه، عندنا الكلام اللي كان بيتكلم فيه امبارح الرئيس مع دوله رئيس الوزراء ومعالي وزير الزراعه وما الى ذلك. انا ايه خطتي او تصوري او طموحي في زياده الصادرات اللي انا بطلعها، سواء كانت صادرات زراعيه من الحاصلات او من المصنعات؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا انا اللي سعيد جدا ان اكون مع حضرتك. حضرتك قامه اعلاميه وطنيه محترمه وليك كتير في نفوس الناس الوطنيين اللي بيحبوا البلد دي، لان عارف ان كل كلمه بتقولها حتى اسلوبك في الكلام اسلوب حد مخلص للبلد دي. ده رقم واحد. رقم اتنين، طبعا انا اللي اسعد ان اكون في التلفزيون المصري، لان هذا الكيان اللي شكل وجدان المصريين على مدار عشرات السنين وليه برضه معزه في قلوب الناس، فده طبعا شرف كبير جدا اكون مع الاثنين، مع حضرتك احنا يا بختنا وفي التلفزيون المصري. ربنا يخليك حضرتك. طبعا الكلام اللي حضرتك بتقوله والاجراءات اللي الدوله بتاخدها في هذا الاطار، سواء اطار حمايه ملف الامن الغذائي او اطار ان انا اعمق معرفه العالم في سمعه الصادرات المصريه. ولعلمك ده نقطه مهمه جدا، الحته ان انا اصدر لاكثر من 160 دوله. هو العالم كله كم دوله؟ العالم كله 190 دوله تقريبا بصدر لكل العالم منتجات وسلع لازم يتكتب على العبوات في اي سوق في هذه البلد ميد ان ايجيبت مصر، لازم يتكتب على هذه العبوات. ودي كل واحده من دي لها معاني كبيره جدا. النقطه المهمه الثانيه ان طيب عشان اصدر واتوسع في الصادرات ما هو لها اجراءات. هل فجأة كده ان انا اروح مصدر 6.5 مليون طن السنة اللي فاتت، السنة دي ان شاء الله متوقع يعدي 7 في رقم تاريخي لمصر في ظل هذه الظروف الصعبة، سواء على مستوى التجارة العالمية، على مستوى الإغلاقات اللي حصلت، على مستوى لسه تداعيات الكورونا موجودة والأمور السياسية الموجودة في العالم، كل هذه الأمور وانت عمال صادراتك يحصل لها تنمية مش من فراغ ولا من بلاش، واضح جدا ان هذه الدولة تعلم جيدا ماذا تفعل
ودي بقى النقطه اللي حضرتك كنت بتتكلم فيها قبل الفقره، ثقافه. هو الثقافه مش قراءه وكتابه، الثقافه هو ان يعلم كل مواطن عايش في دوله هو الدوله دي ماشيه ازاي، ثقافه تعامله مع الناس، سلوكه اليومي، اكله وشربه وتعامله في كل حاجه، هي دي الثقافه. مش الثقافه ان اقرا كلمتين واجي اتفلسف على الناس بيهم، دي مش الثقافه. فاللي حضرتك بتعمله والموضوعات اللي حضرتك بتفتحها دي جزء كبير جدا ان انا اثقف هذا الشعب المحترم اللي يستاهل ان يعرف. لازم هذا الشعب يعرف هو الدنيا ماشيه ازاي. طبعا الامور صعبه شويه على الناس، الامور محتاجه الناس يعرفوا ان احيانا بيبقى في تشابك وتعقيد ما بين العالم كله في ظروف اقتصاديه، في كذا في كذا، لازم يعرف ولازم يكون عنده يعني ثقه كبيره جدا ان الدوله دي شغاله لمصلحه الناس بتاعتها، ان مصر ماشيه في هذا الاتجاه لمصلحه الناس بتاعتها. فكل اتجاهات الحفاظ على ملف الامن الغذائي هو في صالح هذا البلد. انا يعني لو قدرت اقول لحضرتك المحاور اللي مصر شغاله عليها كلها لازم تكتب جنبها كلمه لاول مره في تاريخ مصر، لازم تكتب جنبها وبصفه غير مسبوقه، لازم يكتب جنبها كده فعليا هي كده. تعال نضرب اسئله يا دكتور. هدي لحضرتك امثله مهمه جدا. هذه الصحراء الممتده في مصر بلد صحراويه بالمناسبه، مصر بلد صحراويه لان حاجه و90% صحراء وده من الاف السنين. فقط هذا الشريط الضيق الذي احيا المصريين بعد فضل ربنا اللي هو النيل، شريان الحياه زي ما بيسموه، هو الموجود وحواليه بتقيم الحياه كلها والزراعه وكله. فجاه الدوله، الكلام ده من السبعينات، بدات الدوله تقول طب ما نخرج خارج هذا الحيز الضيق واستصلح الصحراء، فبدات تستصلح الصحراء وفضل تستصلح الصحراء لغايه بعد 2012 2014، دخلنا في 2014، كان كل اللي بتقدر تضيفه للرقعه الزراعيه ما بين 10,000 ل 11,000 فدان في السنه بالعافيه. ومش الدوله اللي كانت بتستصلح، كانت بتقول للقطاع الخاص اتفضلوا ادي الصحراء قدامكم، شوفوا الحته اللي تعجبكم ازرعوها. فبدا يحصل زياده تدريجيه في المساحات المزروعه، وفوجئنا كلنا بعد 2015 ان بدا يحصل اقتحام للصحراء بمعنى كلمه اقتحام. فبدأنا نضيف ما يزيد عن 120 و 130 ألف فدان في السنة. لو أقدر أقول لحضرتك أن المساحة اللي تم إضافتها للرقعة الزراعية، وتم إضافتها منين؟ من زي ما قلت لحضرتك صحراء، كانت أمام أعين الجميع لعشرات السنين مضت، ولم يجرؤ أحد على الاقتراب من هذه الصحراء، لم يجرؤ أحد، وضيعنا فرص كتيرة جدا في البلد دي على مدارها عشرات السنين. أدي الصحراء موجودة، اقتحمناها مش ببلاش، بمليارات الجنيهات من لحم البلد الحي عشان تعمل هذا الوضع الموجود دلوقتي اللي الناس احيانا بيشتكوا من الاسعار. والله العظيم ثلاثة، لولا فضل ربنا ولولا اضافه كل هذه مئات الالاف من الافدنه اللي اضافت في الرقعه الزراعيه، ده الفدان بيجيب 20 طن في السنه، 20,000 كيلو منتج زراعي بيترمي في الاسواق للناس. لولا اضافه هذه الرقعه الزراعيه اللي الدوله تحملت على عاتقها ان هي اللي تستصلح وتدفع المليارات وتعمل كل شيء، لكن عندنا مشكله في الامن الغذائي المصري فعليا، وده مش بايد حد، بالورقه والقلم. حجم سوق الاستهلاك المصري اللي بيستوعب اكتر من 170 مليون طن في السنه منتجات زراعيه، هتيجي منين؟ انا لما بزرع في 6 مليون فدان اراضي قديمه وكان 3 مليون فدان اراضي جديده، كان 8 مليون. تعديات على الاراضي الزراعيه القديمه ما سبناش في حالها، حتى الاراضي الزراعيه التاريخيه الخصبه ما سبناش في حالها، كلتها. لا، لولا ان الدوله حاطت برضو قوانين صارمه والناس زعلوا من الدوله وقالوا بتضيقوا على الناس. طب ما انا امكانياتي محدوده وانا قعدت 40 سنه احافظ على اسعار الاكل والشرب وبتقع مني دوله، والعشوائيات وصلت لزور الدوله، مش عشوائيات مباني، عشوائيات حتى السلوك، الزحمه، كل شيء، حتى تهالكت البنيه التحتيه في البلد تماما. انا بقول لحضرتك اهو، ودي شهاده ربنا يحاسبنا عليها قبل اي حد هيحاسبنا عليها، لولا كل هذه الإجراءات اللي الدولة عملتها ولولا هذا المجهود والإخلاص من رأس الدولة لكان هناك أمور، كان لا قدر الله وصلنا لمراحل يعني صعبة جدا جدا على الناس، وكان ساعتها لا سوشيال ميديا هينفع ولا الناس اللي بيصوتوا على السوشيال ميديا ولا الناس اللي بيهاجموا الدولة، كل الكلام ده مش هيأكل الناس ولا يشربها، اللي هيأكل الناس ويشربها المجهودات اللي الدولة بتعملها. فكل هذه المئات الأفدنة اللي تم إضافتها للرقعة الزراعية هي ديت اللي عملت هذا الاستقرار نوعا ما، حتى لو كانت الدنيا غاليه شويه، ده على كل الدنيا يعني. بالمناسبه يعني البصل مثلا دلوقتي في مصر غالي قوي، طب في السويد غالي ليه؟ طب في اوروبا غالي ليه؟ مثلا السلعه نفسها اصبحت سلعه نادره على سبيل المثال.
فده بدي حضرتك مثال يعني، لان كل الدنيا مرتبطه ببعض. فده احد المحاور المهمه جدا اللي الدوله اشتغلت عليها. احنا يعني بنشوف تلفزيونات ونشوف ان السيد رئيس الجمهوريه في توشكا وفي العوينات. العوينات دي فين؟ على حدود مصر ما بين السودان وتشاد. السيد رئيس الدوله بيعمل ايه هناك؟ راح هناك الصبح بالطياره، رجع ساب لك 250 الف فدان، 250 الف فدان يتحطوا في رصيدك. عارف لما حد يحط لك 250 الف جنيه في رصيدك في البنك تفرح؟ بيحط 250 الف فدان في رصيد البلد دي وفي رصيد الاجيال دي وفي رصيد حمايه ما يسمى بالامن الغذائي. اسمه امن غذائي، ما اسموش اكل وشرب. العالم والامم المتحده مسميه امن غذائي، زيه زي الامن القومي، زي الامن الشخصي. انا 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 هستاذن حضرتك في 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 حاجه كده عايز اعرفها من سيادتك. زمان وانا صغير على راي الاغنيه كده في الثمانينات كنت دايما اقعد اقرا كده تصريحات ومش عارف ايه، مشروع المليون فدان ماشي، هو ما حصلش. بس مش دي القصه. القصه انه انا كان عندي رقعه زراعيه ما بتتاكل، وكان معدل زيادة الرقعة الزراعية زي ما حضرتك ذكرت كده قليل جدا جدا جدا، وبالتوازي أنا عندي زيادة سكانية بتزيد أكبر بكتير من قدرتي أنا ذاك على زيادة الرقعة الزراعية، وبالتالي إنتاج المحاصيل. هو أنا كنت كام وبقيت كام؟ أقول لحضرتك حاجة، من فترة مش كتيرة جدا، نتكلم على الأربعينات مثلا أو ثلاثينات القرن الماضي، كان تقريبا معدل الفرد نصيبه من الارض الزراعيه داخل على فدان، نزل اقل من فدان بس فدان. انا دلوقتي 2 قيراط. معدل الزياده السكانيه زادت في خلال ال 100 سنه 500 ضعف، ومعدل الزياده في الاراضي الزراعيه زادت 50%، يعني زادت بمقدار 50%. كانوا هم 6 مليون فدان، وصلوا تقريبا ل 8 مليون فدان او 7.5 مليون، زادوا 50%. دي 500% ودي 50%. ايا كان، ده جزء من تركيبة هذا البلد، إن في زيادة في السكان. البلد مش هتقف مكتوفة، إن في طلب كبير جدا على السلع الزراعية، على السلع الغذائية بسبب هذا السوق الضخم من الاستهلاك. فبدأت إنها تعمل، إنها يكون عندها هذه الجرأة اللي بقول لحضرتك عليها. دي جرأة، لولا هذه الجرأة لكان عندنا مشكلة كبيرة جدا، لكنا نمشي بالسلحفاة زي ما كنا بنمشي زمان، وما كانش ينفع السلحفاة تكمل لغاية آخر المدار. كان لازم كان هتقف، كان لازم لا قدر الله البلد دي هتقف، لان ما كانتش هتستحمل. انا في 2014 كان عندي قد ايه تقريبا رقعه زراعيه؟ 8.4 من عشرة او 8.5 مليون فدان. انا دلوقتي داخل على 10 مليون فدان. حضرتك عارف 1.5 مليون فدان، في ظل ان بالمناسبه بسبب الجفاف والتصحر والتغيرات المناخيه دول كبيره جدا بتفقد ملايين الهكتارات سنويا بسبب كل هذه الازمات. يمكن انت الدوله الوحيده المحطوطه كده في خريطه العالم انك بتضيف رقعه زراعيه. رقعة زراعية، الدول بتفقد ملايين وانت بتضيف رقعة زراعية. هل الأمر ده لا يستحق ان المواطن البسيط قبل المواطن المثقف يقف قدامه ويقول الله، هو في خلال السنتين اللي فاتوا لما كان في أزمة القمح، ما كانش اسمها أزمة كورونا ولا روسيا وأوكرانيا، كان اسمها أزمة قمح، لأن فعليا هي أزمة القمح. حصل أي نقص لرغيف عيش من رصيد حد من المواطنين في أي فرن خالص؟ حصل في 2005 و2000 كلنا فاكرين جدا، كان في ناس بيموتوا بعضهم على الافران. طوابير العيش. طيب في ظل كل هذه الظروف والاغلاقات والصعوبه الشديده جدا في الاقتصاد العالمي واقتصاد الدول والاقتصاد الاقليمي ما شفناش. هل الموضوع ده جاء زي ما بيقولوا كده بالصدفه؟ لا، واضح ان في اجراءات. يعني ده عشان رغيف الخبز يكون موجود، البلد عملت 5 مشروعات قوميه عشان تحافظ لك على ملف اسمه القمح، بس 5 مشروعات. توسعات افقيه وزرعت فيها خضر وفاكهه وزرعت قمح. يمكن لاول مره في تاريخ مصر يتزرع قمح في الصحراء. كان لا يمكن، يقول لك محصول غير اقتصادي، ازرعه ازاي، ده التكلفه عاليه في الصحراء. البلد دفعت فلوس وزرعت القمح. 150 الف فدان في توشكا وفي شرق العوينات وفي مستقبل مصر لوحدها 60 70 الف فدان اتزرعوا قمح. طلعوا مليون يا استاذ يوسف، طلعوا مليون طن زياده. وليه وانا عندي كام مليون عشان اطلع مليون طن زياده؟ ده رقم كبير جدا، يعني طبعا يعني مئات الملايين من ولا مليارات الارغفه موجوده بسبب هذه الزياده. في النهايه زي ما بقول لحضرتك، كل دي مشروعات قوميه كبيره جدا. هو برضو السؤال المهم اللي اي مواطن يساله، بنسمع عن محطه معالجه مياه الصرف الزراعي في المحسمه،
اللي بتطلع مليون متر مكعب في اليوم، وفي بحر البقر بتطلع 6 مليون متر مكعب. دلوقتي انا شغال على الحمام، الحمام 7.5 مليون متر مكعب. دي اكبر محطه مولد، ما كانت اكبر محطه كانت بحر البقر. بحر البقر انا بنافس نفسي في ايه بقى؟ هو انتوا بقى ما وراكمش غير اكبر محطه، اكبر ما هو اكبر محطه، اكبر محطه دي هتطلع ايه؟ هتطلع مع احترامي يعني هتطلع اضواء والعاب ناريه ولا بتطلع ميه نستصلح بيها الصحراء؟ فانا بتكلم على اطول نهر صناعي في العالم، في العالم موجود في الصحراء الغربيه اللي هيغذي منطقه الدلتا الجديده دي كلها اللي هي موجوده من الاف السنين. بالمناسبه دي الصحراء موجوده من الاف السنين اللي هيغذيها، فبالتالي هقدر اتوسع في الرقعه الزراعيه اكتر من دلوقتي، وفي الحاله دي يحصل تسارع كبير جدا في اضافه الرقعه الزراعيه. انا بقول لحضرتك وده ان شاء الله هيكون وعد رباني مش وعد من بشر بإذن الله. في خلال سنوات قليله موضوع الدلتا الجديده، عشان كده اسمها الدلتا الجديده العملاق، 2.25 مليون فدان، ده اللي هيعمله في اقتصاد هذا البلد وفي ملف الامن الغذائي بالتحديد كتير جدا، بس مش ببلاش، بمليارات المليارات وبصبر وبتعب الناس. طيب هستأذن حضرتك، هطلع فاصل وهرجع بعد الفاصل نكمل هذه المناقشه شديده الثراء والاهميه حول مستقبل الامن الغذائي المصري لو حبينا نسميها كده. استنونا بعد الفاصل نكمل كلامنا مع دكتور محمد فهيم مستشار وزير الزراعه. اهلا بكم مره ثانيه وكل الترحيب بضيفنا العزيز دكتور محمد فهيم مستشار وزير الزراعه. طيب ولا زلنا في اطار الحديث حول مستقبل مصر او مستقبل الامن الغذائي المصري، ايه تاني يا دكتور؟ طبعا بالاضافه زي ما قلت لحضرتك لكل هذه الرقعه الزراعيه اللي تم اضافتها للمساحه المحصوليه في مصر، كمان موضوع ان يكون في مصدر غير تقليدي للميه. ما كل التوسعات دي هتعتمد اما على ميه النيل او على ميه الابار، وفي كلا الحالات هي ميه لها مخصصات اخرى، يعني ميه بتعتمد عليها زراعه وغيره وغيره، فما اقدرش اضغط على هذا المورد. فالدوله فكرت طب ما اشوف مورد اخر غير تقليدي، وبسبب هذا الموضوع اتعمل موضوع المحطات العملاقه الموجوده اللي بتضرب كم عصفور بحجر، منها توفر مصدر غير تقليدي ومنها تتخلص من جزء كبير من التلوث اللي احيانا بيبقى موجود. دي محطات المعالجه الثلاثيه في المصانع غير محطات تحليه المياه المالحه؟ لا، محطه تحليه المياه المالحه لغايه دلوقتي هي مش موجهه للزراعه نوعا ما لانها ما زالت مكلفه، ولكن بتكلم على معالجه مياه الصرف الزراعي. بتعالج ملايين الامطار من المياه يوميا. انا بكلم حضرتك على 8 مليون متر مكعب، المتر المكعب ده طن ميه، هو طبعا هو بيتحسب بالمتر المكعب بس عشان نفهم الناس، عشان ده الحجم، ف 10 مليون طن ميه، يعني 10 مليار لتر في اليوم، 10 مليار لتر ميه في اليوم، ده ايه ده؟ ده ايه اللي بيحصل؟ هو ده لصالح مين؟ ده لصالح مين؟ كل هذه المحطات اللي دفع فيها مليارات لصالح مين؟ هل الميه اللي بتعالجها بنصدرها او بنوديها بلد ثانيه، ولا هتضخ في هذه الصحراء لان تروي صحراء وتجيب خير للبلد دي وخير للاجيال اللي جايه؟ هو في نقطه مهمه جدا احيانا الناس هيزعلوا من الحته دي، بحس ان في شبه انانيه شويه. احنا قعدنا سنوات طويله جدا كل ما حد يجي ناحيه اسعار الاكل او الشرب او المعيشه الناس تقول لا خلينا كده خلاص، ومش مهم اللي جاي، ايه اللي جاي ده مش تبعنا، الاجيال اللي جايه دي مش تبعنا، مش تبع مصر. ما انت لازم تعمل لها ده، انت طول النهار بتطفح الدم في شغلك عشان اولادك، ما هي دي الاجيال اللي جايه. بص انا دايما من انصار المواطن معذور، مواطن مطحون بقاله 40 سنه. فهي تنفيسه كلام، ساعه الجد المصري بيستحمل اللي ما فيش مخلوق يستحمله. وهو عشان محترم، وعشان معظم المصريين محترمين ومخلصين وطنيين وبيحب بلدهم، معظمهم. طبعا. بس احيانا بيتم التركيز على قله قليله جدا من المصريين اللي اصلا مش مصريين للاسف. على سبيل المثال بس هقول لحضرتك مثال، كان اليومين اللي فاتوا كان في كلام شويه وكان فيديو كده تم اقتطاعه من صوبه او صوبتين وبدا يتكلموا على مشروع قومي. طب انت بتصور صوبه او صوبتين تتكلم على مشروع قومي ليه؟ هل يصح وانت قاعد في غيطك، انا معدي عليك على الجسر كده وانت في عز الولعه في غيطك وبتشتغل وتعمل، قال اقعد مكسور على راس الغيط اصوره واروح البلد هيصلك في البلد واصوت والطم؟ ومين قال ان دي عندي يعني مش في اي مشتل، مش في اي عزبه، حتى لو موجود دي مش كوبري لا قدر الله وقع ولا بتاع، ده صوبه بعد اقل من ساعه بتتنضف وتزرع الموسم الجديد، مش ده المقصود. المقصود ان الانسان لما يجي يعمل طرح يكون عنده ضمير، عنده ذمه، عنده دين، عنده بينه وبين نفسه صدق.
قبل ما يطرح حاجه عمال تهيص وتعمل عشان ايه؟ ما الناس كلها مخلصين ومحترمين في ارضهم وفي اعمالهم وفي كذا، انت عاوز ايه من البلد دي؟ طيب ده ياخدني على كلمه قالها الرئيس امبارح وكان توجيه مهم جدا على ضروره استخدام اساليب الري الحديثه، بما ان احنا جبنا سيره الصوب، الري داخل الصوب والري ايضا للمحاصيل الحقليه والري ايضا حتى للقمح وما الى ذلك، اصبح بيتم بطرق لم نكن نعهدها، ولو كنا بنشوفها كنا نشوفها بندره كده زمان. اقول لحضرتك حاجه، دلوقتي الحمد لله انا داخل تقريبا على 4 مليون فدان في الصحراء. ال 4 مليون فدان في الصحراء كلهم بيتروا ري حديث، اما بالبيفوت المكنة الكبير قوي ده اللي بالرش او بالتنقيط. فكله ري حديث، كفاءه استخدام الميه في الري ده بتمثل تقريبا 80%. الري بالغمر ما بين 40 ل 50 وفي النهايه موجوده في الاراضي الوادي والدلتا، ودي حتى الدوله مش هتسيبها. حلو. في دلوقتي مشروع قومي او في توجه سيادي ان يتم النظر فعليا في هذا الامر في موضوع تطوير وتحديث، حتى لو ممكن نكتفي في المرحله الاولى بالتطوير، ان انا اعمل تبطين ترع، تبطير المراوي، اعمل تطوير المآخذ بتاع الميه، المهم في النهايه ان انا اقلل الفقد قدر الامكان، وفي نفس الوقت تبقى الميه متاحه لكل الاراضي الزراعيه، مش معقول يبقى اراضي دلتا وهي اراضي خصبه واراضي تاريخيه ومش موصل لها ميه. فكل ده الدوله فعليا بتشتغل عليه. هو السؤال بس بتكلف المشروعات دي منين؟ بتكلفها من الموازنه العامه. طب بتاخد من الموازنه العامه ليه؟ ما هو لازم يتعمل كده، ما ده باعاده هيكله بنيه تحتيه البلد كانت وصلت لمرحله ان البنيه التحتيه بتاعتها كانت واصله لمرحله الصفر، كانت قربت من الصفر صح. في سنوات فاتوا هعيد هيكله هذا البلد واعمل بلد تستحق انها تعيش وسط الامم وتتباهى ان دي مصر، ولا هنسيبها؟ ده انا كنت بدي مثل بسيط جدا، عندنا في الارياف اللي عنده مهتم قوي بالاكل والشرب والملبس والشكل والقدام الناس والبتاع، لغايه دلوقتي لسه بيته بالطوب الني طوب الطين، والناس بنوا بيوت جنبه وهو لسه لغايه دلوقتي بيته بالطريقه دي. ليه؟ لان هو بدا يهتم فقط بالمظهر، اهتم ببناء اللي جاي، بناء المستقبل، مستقبل البلد دي في كل المشروعات القوميه الموجوده. يا اما تقف في صف هذه المشروعات فبالتالي تقف في صف مستقبل بلدك، او تهيص مع اللي بيهيصوا ومالكش مكان في وسط الناس، في وسط الشعب المحترم اللي هنا، مالكش مكان، ما تقعدش تدلس وتكذب على الناس، وما تقعدش تنشر حاله من الاحباط ما بين الناس، انت شيطاني، انت شيطان. طيب خليني هرجع على شويتين، سيبك منهم ده شويه على الرمام يعني، لكن خليني اروح على مصطلحات جديده كلها. فهرجع على نقطه برضو من اللي اتكلم فيها الرئيس امبارح، اتكلم على مساله التقاوي ودور البحوث الزراعيه. الحقيقه كان بالنسبه لي انا كمواطن عادي جدا بيحب فكره الزراعه ليس الا يهواها ولو قليلا، احنا عملنا طفره في مساله التقاوي دي حصل. وبالتالي رفعنا انتاجيه الفدادين على اختلاف نوعيه المحصول. حصل عشان كده هذا التوجه كان قائم دائما. انا موجود في الوزاره مع السيد وزير الزراعه، هذا التوجه ان لابد من التوسع فيما يسمى بالتقاوي المعتمده، التقاوي المحسنه، التقاوي اللي بتتكسر لسه بشوكها زي ما بيقولوا، لسه أيوه. بطاقتها الانتاجيه، بدل ما الفلاح يكسر من بيته كل سنه، لا انا كدوله هوفر لك تقاوي معتمده تزرع بيها. طب ايه الفرق ما بين تقاوي البيت اللي بيكسرها المزارع وتقاوي المعتمده؟ الفرق يعني بيوصل لغايه 2 ارداب في الفدان، يعني الفدان اللي بيجيب 17 ارداب ممكن يوصل ل 20 ارداب. طب الزياده دي زياده بتكلفه ولا زياده مجانيه؟ زياده مجانيه للمزارع. طب التقاوي المعتمده اللي الدوله اشتغلت عليها وزاره الزراعه حطت في اعتبارها ان لازم اغطي كل مساحات القمح في مصر بتقاوي معتمده، يعني تزود 2 ارداب في 3 مليون فدان ولا 3.5 مليون فدان، بتكلم على 6 مليون ارداب زياده فقط مع انتاج تقاوي معتمد. طب التقاوي المعتمد دي اتكلفت على البلد او اتكلفت مليارات على مصر عشان تقدر تنتج هذه التقاوي، وهتديها للمزارع باسعار مدعومه، يعني تديها للمزارع. زمان كان المزارع بيزرع حقل القمح ب 90 كيلو تقاوي، 90 كيلو. دلوقتي تساله كده يقول لك لا، التقاوي الجديد انا بزرع ما بين 40 ل 50 ل 55 كيلو بالكثير، يعني حتى وفر لك في التقاوي. الجزء القمح معروف، التقاوي كانها اللي بيروح للدقيق، مفيش فرق. فحتى الجزء الزياده اللي كنت بزرع بيه يروح يخش في انتاجنا القومي ويعمل احتياط استراتيجي محترم. انت احتياط حضرتك الاستراتيجي من القمح كام دلوقتي؟ دخل في 4-5 شهور، كانش بيحصل، كانت شهر. شهر دي معناها دخلت في انسرتينيتي، دخلت في مرحله اللا يقين طبعا. الخطر،
ان لما يحصل مشكله في الدول اللي بتصدر لك ممكن لا قدر الله ده اللي كان بيحصل زمان والناس بيموتوا بعضهم على الافران. بدات الدوله تشتغل في هذا الامر حتى لامر مرتبط بالموضوع ده برضو المشروع القومي للصوامع. كان عندك 1,000,000 طن بالعافيه تقدر تخزنه بالعافيه، دلوقتي بتخزن 3.5 مليون طن في صوامع وحوالي 1,000,000 وشويه طن تاني في ساعات تخزينيه اخرى، عندك 5 مليون طن تخزنهم وانت مرتاح. الصوامع اللي اتبنت والساعات التخزينيه اللي اتبنت، اتبنت ببلاش؟ اتبنت مجانا ولا الدوله عارفه هي بتعمل ايه؟ اقدر اقول لحضرتك براي الخبير والباحث بعيد عن ان يكون مواطن بسيط، الدوله لاول مره في تاريخها تتعامل بذكاء مع كل هذه الامور، بذكاء وبمنهجيه وبحرفيه. حضرتك قلت لي رقم الحقيقه يخض، 1,000,000 طن قدرتي التخزينيه في المصانع في 2014 انا قاعد 30-40 سنه كل اللي قدرت اعمله ان انا اعرف اخزن 1,000,000 طن وقعدت في اقل من 10 سنين زودت عليهم 2.5 مليون طن ثلاثة ونص كمان. فانا بتكلم على مساحات احنا كنا بنعمل ايه زمان؟ ما كنا ضيعنا فرص يا استاذ يوسف، مش انا قلت حضرتك ضيعنا فرص. مين يحاسب مين؟ مين جاي لنا حاسب اللي عاوز يبني دلوقتي؟ جاي لنا حاسب اللي عاوز يعمل دوله بجد؟ جاي لنا حاسبه دلوقتي؟ ما احنا كنا فين من 20 سنه و10 سنين و15 سنه كنا فين؟ فرص كتير جدا ضاعت على البلد، نسيبها بقى تعوض اللي فاتته وبسرعه ولا نقف نتكلم كتير ونهيص كتير؟ لازم كل مواطن محترم في البلد دي، المزارع البسيط، المزارع البسيط جدا يقول لك لما تيجي تتكلم مع واحد تقول لي يا فلاح، ما اعرفش ده الكلمه دي احسن ناس طبعا هم احسن ناس بياكلني وبيشربني وبيصدر لي وبيجيب لي دولارات ومهيص. اقول لحضرتك حاجه، بتحب المانجا؟ في حد يحبش المانجا؟ حبه المانجا اللي سيادتك شكلها حلو وريحتها حلوه وطعمها حلو دي بتاكلها يعني بالهنا والشفا في 3 دقايق 5 دقايق. المزارع قاعد جنبها قد ايه في الارض؟ أربع شهور علشان الموسم، لكن من ساعة ما كانت لسه شتلة فسيلة صغيرة على ما طلعت قعدت كام سنة عشان تطرح. برافو على حضرتك، أنت كده أنت قاعد عمال بيشتغل ويصرف وبيعمل والنبي بجد. يعني علي دي خد فيها الدكتور. اعتمد لي. دكتور ربنا يخليك يا رب، أولا دكتور محمد فهمي تنورتني وشرفتني وأسعدتني وإدت لنا كده مجموعة من الأرقام تتحط في عين العدو زي ما بيتقال. أشكرك جدا، نورت وشرفت وأرجو ألا تنقطع ما بيننا اللقاءات مش بس الاتصالات، تنورنا دايما وتشرفنا في برنامج التاسع. أنا اللي بشكر حضرتك جدا يا سيدي، شكرا جزيلا لحضرتك. ألف شكر ليك، كل الشكر للدكتور محمد فهيم مستشار وزير الزراعة. خد بالك من الأرقام اللي دكتور قالها على معالجة المية، واللي قالها على اتساع الرقعة الزراعية، واللي قالها على القدرات التخزينية للصوامع المصرية، واللي قالها على معدلات إنتاجية الفدان، واللي قالها على الوفر اللي بيحصل للمزارع ولو حتى في التقاوي. يعني الفدان بقى بيوفر من 50-45 كيلو تقاوي بس، ويجيب له انتاجيه زياده 2 أرداب. دي حدوته ولسه هنكمل حكي، يمكن خلصت الحلقه النهارده لكن لا زال الحكي مستمرا معكم في التاسعه. قولوا ان شاء الله. سلامات.